Radio. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. كيف تتعرفوا كان واحد البرمجة ديال العملية ديال التلقيح اللي كانت عرفات واحد شيء ما واحد تأخر في الإنجاز علاش لأنه كان زويد اللي كان عرف شيء ما واحد تأخير واليوم الحمد لله العملية ديال زويد استمرت والمغرب راح حصل على واحد دفعة تانية ديال التلقاح وهذا غادي يجعله باش يستنف العملية والآن تنهضروا على الناس ديال 50 سنة من فوق إن شاء الله غادي يأخذوا اللقاح ديالهم باش الأيام ولا الأسابيع القادمة يجي جرعة أخرى اللي غادي تجعلنا باش نسعوا من الدائرة ديال التلقيح ديال المواطنين وهذا الشيء كله باش تكون عندنا واحد الغاية نحقوا ديك المناعة الجماعية باش نعودوا للحياة العادية ديالنا إن شاء الله في أقرب وقت.